القرار دلوقتي ما بقاش بإيدي. كل واحد اختار طريقه ومشي آدم، لكن يارا سابت إيده وراحت ناحية سيرين. سيرين كانت قاعدة مصدومة مش عارفة تعمل إيه، وكانت دموعها نازلة بغزارة. سيرين هتفضل معايا. قامت مديحة من مكانها وقربت من يارا. عايزة إيه منها؟ هتذليها ولا هتشمتي فيها؟ انتي وجوزك السبب في كل حاجة، انتي وجوزك. ورفعت ايديها وكانت لسه هتضرب يارا، لكن ادم كان اسرع منها ومسك ايديها بقوة. لا عاش ولا كان اللي مد ايده على مراتي، مفهوم؟ خافت مديحة وسحبت ايديها. قالت سيرين لمامتها، بتمنعيهم يساعدوني، بس احب اقولك ان مش هو السبب، انتي وجوزك السبب، انتوا السبب. وقعت سيرين واغمى عليها. بصت لها والدتها ببرود. سندتها يارا، حسبي الله ونعم الوكيل. قعدت جنبها وحاولت تفوقها. بص ابراهيم لابنه وهو مصدوم. اطلع بره يا عادل، اطلع بره يا عادل، انت ومراتك، لا انت ابني ولا عرفك. ليه؟ هو انت فاكر نفسك اب؟ وقامت امينه ضربه عادل بالقلم. اخرج بره من غير ولا كلمه، ربنا ينتقم منك يا عادل. بص لهم عادل بمنتهى الحقد وبص لآدم. حسابنا ما خلصش يا ابن رأفت. ومشي عادل وورا مديحة. وأخيرا وقف حسين وبص لآدم ومراته، وبعدين بص لمصطفى وزوجته اللي كان باين عليهم الحزن الشديد، وبعدين بص لأمينة اللي كانت قاعدة حزينة، ولا إبراهيم اللي كل ملامح وشه مليانة ألم. أنا من النهاردة عندي ولد واحد وبنت واحدة، غير كده ما عنديش، ولو حد فكر يختلط بالحقير ده هيخرج عن طوعي. انفجرت حنان في البكا. قامت بيبو وقعدت جنبها وحضنتها. سيرين كانت فائت وفضلت تعيط وحضنتها يارا. سيرين كانت مجروحة ومحطمة، هي خسرت كل حاجة، أهلها، إخواتها، حب كل العيلة، وكمان خسرت شرفها. ومفضلش جنبها غير أكتر واحدة فكرت إنها تأذيها. بصت سيرين ليارا بمنتهى الانكسار والاعتذار. تعالي معايا، الكل عندي في البيت، قومي. اجي معاكوا بجد يا يارا؟ امال اجيب حد يشيلك مثلا؟ ما هو مش هخلي دومي يشيلك يعني. بصت لها سيرين في منتهى الاستغراب وهي بتقول في نفسها، معقوله في حد بالاخلاق والطيبه دي؟ مسكت يارا ايد سيرين. انتي كويسه ولا دايخه؟ دايخه شويه بس اقدر امشي. طيب ما يلا. بص ادم لحسين. فين احمد؟ ما جاش ليه؟ قال له حسين، الله اعلم، واضح ان ابني التاني بيضيع هو كمان، واضح انه هيبقى ليا تصرف معاه. انا بثق فيك يا ادم يا ابني، احميلي ابني التاني من طريق الشيطان، بالعنف او باللين، كفايه ظهري اتقطم من الاولاني، مش عاوز التاني يكون سبب موتي. حاضر، انا هعرف اربيه. ولسه ادم هيمشي، وقف ابراهيم وقال له، انا هعيش هنا. تنور، يعني انت موافق؟ وانا دخلي ايه؟ هو انا ايه اللي يربطني بيك؟ ادم يا ابني، انا عايز نقرب ونبدا صفحه جديده. اولا اسمي باش مهندس ادم، ثانيا انا مش ابنك ولا انت تقرب لي، لاني بصراحه حاجه ما تشرفنيش. ثالثا انا ما بحبش افتح صفحه جديده في كتب محروقه اصلا. حس إبراهيم بمنتهى القسوة. قالت له أمينة، آدم ما ينفعش كده، ده مهما كان يبقى جدك. إذا كان بالنسبة لك كده فأنا ما يهمنيش، أنا مش شايف غير واحد متعجرف أناني، ما بيفكرش غير في نفسه وما بيهموش حد. حس إبراهيم بدوار ووقع على الأنتريه، وراحت له أمينة وحسين ومصطفى وبيبو، لكن آدم كعدته قعد بيبص له بمنتهى البرود. جريت يارا بسرعة عشان تشوفه، لكن أول ما عدت جنب آدم مسك إيديها ومنعها أنها تتحرك. لأول مرة يارا تشوف فيه الأسوأ. بص لها آدم، شف ملامحها إنها كانت مندهشة جدا. سحبها وراه وخرج من البيت، وراحوا بيتهم ووراهم سيرين. قال لهم إبراهيم، عمره ما هيسامحني، هيفضل يكرهني، الأيام هتنسي يا بابا. 20 سنة ولسه منساش يا أمينة، هينسى امتى؟ هو انا لسه في عمري 20 سنة كمان؟ قالت له بيبو، ما تقلقش كده يا بابا، ربنا هيحلها من عنده، ربنا يديك طولة العمر.
ونعم بالله. يا رب يا بنتي. دخل آدم البيت وشاف الجميع كان في انتظاره. قالت سيارة لوالدها: بابا سارة ما جاتش ليه؟ مفيش، كانت تعبانة شوية وفصلت يعني. ألف سلام عليها، سلم لي عليها كتير. من دلوقتي يارا هتقعد هنا، وفي حد هيقعد معها على طول، وما فيش خروج غير معايا، غير كده ما شوفش خيالك برا. بس مش عايز اعتراض على أي كلمة أقولها. الوقت اللي هبقى فيه في الشغل لازم حد من البنات يفضل معاكي. قالت له ندى: أنا هفضل. قالت له بسمة: وأنا كمان. قالت له مرام: وأنا هخلص جامعتي واجي على هنا. سريم ما تكلمتش لأنها كانت مكسوفة جدا. قالت له يارا: وسرين كمان هتفضل معانا. قالت لها سرين: انت بتعملي معايا كده ليه؟ أنا حاولت أفرق بينك وبين جوزك، وصلت بيا لدرجة إني هقولك على حاجة يا سرين. أنا في ناس كتير قوي أزوني وقريبين مني جدا، ومع ذلك أنا مش زعلانة منهم، بحبهم جدا، وعشان كده أنت من النهاردة أختي الكبيرة زيك زي سارة، وهنعيش حياتنا صح. وكفاية إحنا مش ضامنين عمرنا، ومحدش عارف، يمكن حزننا دلوقتي يتحول لسعادة، ويمكن كل اللي حصل ده كان قرصة ودن علشان نفوق. احنا مش لازم نعلق نفسنا بالماضي، ولازم نرسم مستقبل جديد لينا، وده هيحصل لما نبقى كلنا مع بعض، لان احنا عيلة ومحدش عارف مين عمره هينتهي الاول. فانا من النهاردة هنسى كل اللي فات وكل اللي ضايقني في حياتي، وهبدأ معاكي صفحة جديدة. وبعدين بصت لآدم وقالت: لاني ممكن افضل شايلة منك وارجع عندم اني ما سامحتكيش، وبعدين لو كان ربنا وبعدين اذا كان ربنا بيسامح، احنا مين علشان نتكبر ونكابر ونقف لبعض؟ بص لها ادم وفهم مغزى نظراتها كويس، هي بتحاول تعبره ان هو يصالح جده. انا مش عارفة اقولك ايه ولا عارفة اعمل ايه. اقولك انا يا ستي، ابدأي صفحة جديدة مع نفسك ومع ربنا، وقربي منه قوي، واحنا كلنا جنبك، وكان عندك اخت واحدة بقى عندك كلنا، وهنفضل سوا نشجع بعض على الصح والحلال، وننبه بعض على الحرام والعيب، اتفقنا؟ وقفت يارا ومدت ايديها: اللي موافقة تمسك ايدي يلا. مسكت ندى ايد يارا، وقامت مرام، وبعدين اروى، وبعدين مريم، وبعدين بسمة، وجت سرين بصت لها من بعيد. سرين حست ان ربنا بيحبها عشان بعت لها صحاب واخوات. على فكرة ايدي وجعتني، اخلاصي مفضلش غيرك. قامت سرين وحطت ايديها: طيب ممكن اطلب منك طلب يا يارا؟ اكيد. ممكن حضن زي اللي حضنته لي جوه؟ يا سلام، انت لسه هتستأذني؟ وحضنتها يارا. بكت سرين بحرقة. قال لها مراد: والله انتوا بنات هبلة، تزعلوا تعيطوا وتفرحوا تعيطوا، خلاص بقى عرفتونا. لا لا، بقولك يا سرين، انا مش متعودة عليكي طيبة، عايزاكي تفضلي دايما علبة سردين بالنسبة لي، انا تعودت عليكي كده. بس كده؟ حاضر. قال لهم ادم: وليد مش هيسكت ومش هيسيبني في حالي، ومش هيسيب الشركة كمان، فانا من النهاردة هنزل بنفسي، وبرضو اسر وطارق وحازم، كلنا لازم ننتبه لوليد. وانت يا مراد، انت مسؤول عن توصيل مرام الجامعة وتجيبها كمان. وبص لاسر وقال له: سارة ما تغفلش عن عينك، تاخد بالك منها طول فترة وجودها في الشركة. قال له اسر: انا كنت هعمل كده فعلا، وكمان هبعت عربية بسواق تودي كرم وبطل مدارسهم وتجيبهم. قال له احمد: بس كده كتير. مش كتير يا عمي، وليد هيحاول يأذي اي حد يخصني او يخص يارا، فلازم نتأكد من كل شيء يهم العيلة. تمام يا اسر، وخليه ينتبه عليهم كويس. وحضرتك يا عمي ينبه على مدام سارة، تأكد على الولاد والمسؤولين في المدرسة ان محدش ياخدهم غيرها او السواق. وانا كمان ممكن ابقى اروح اجيبهم. يبقى يا مدام سارة يا اسر يا السواق، غير كده لا. ماشي يا ابني، وربنا يسترها. وبالنسبة ليك يا ندى، انت وبسمة الخروج بحساب ومش لوحدكم، وانت كمان يا سرين. وانت يا يوسف خد بالك من مراتك وابنك، وانت طبعا يا محمد مراتك وابنك. وانت يا جاسر تعتبروا طبعا ان انتوا بقيتوا حد من العيلة، وانسة مريم كمان ياريت ناخد بالنا. وانا بقى هعرف اوقف وليد عند حده.
قال لهم مراد: خلاص بقى سيبونا من سي زفت، عايزين نهيص بقى ونبل الشربات. قال له حازم: ايه ولا ناوي تتجوز؟ قال له مراد: لا، عايزك انت تتجوز يا خفيف. رد عليه حازم وقال له: انت ياض، انت عارف اني بحبك صح؟ حازم لجاسر: ما تجوزني اختك بقى يا جاسر. طب بذمتك دي ظروف تتكلموا فيها في الموضوع ده؟ قال له مراد: يا عم ده انسب وقت، يا عم خلي البيت يفرح. قال له حازم: لا مش لازم البيت، المهم انا افرح. وبص لمريم، ومريم كانت مكسوفة جدا: عايزة اتجوز يا جدعان ولا ايه مريمتي؟ اتلم يلا لسه هنا. طب ما تقوم تمشي. والله يا جاسر مش بهزر، انا عايزة اتجوز واكتب كتابي على الاقل. اختك مطلع عيني، مش عارف اقول كلمتين على بعض، عايزة اعكسها حتى مش عارف. يا ابني الوضع عندكو صعب وممكن الناس تزعل مننا. خلاص هستنى يومين ونتجوز.